من سيدني ينضم إلي بيتر ماجواير الرئيس التنفيذي لشركة أكسام أستراليا. أهلا بك سيد بيتر، هذه المرة معي في شرق غرب، عم نقلب عليك الوقت. بداية كيف ستتباين هذه الأرقام مع سياسة شي جين بينغ بالرخاء المشترك الكومن بروسبيريتي التي كنا نتحدث عنها في السابق والتي وضعها هدف أمامه، ولكن الأرقام لا تؤتي أو لا تعكس هذه الأهداف بالفعل؟ هذا صحيح، هي لا تعكس أهدافه، والمشكلة تكمن في سياسة صفر كوفيد وتأثير هذه السياسة على توقعات النمو، حيث أن بعض المحللين يتحدثون عن نمو ب2% كنسبة نمو منخفضة، وهذا الأمر سيؤدي إلى الكثير من الخوف، وخاصة لدى شي جين بينغ الرئيس الصيني والاقتصاد الصيني بأكمله، وهذا أمر يدعو للقلق، وخاصة أننا سنكون أمام أدنى مستوى للنمو منذ عقود. 2% هو فوق الصفر، لكن ليس بالرقم الجيد للصين. طيب، دعنا نتكلم أكثر بشكل أعمق عن الاقتصاد الصيني. يعني ربما بحسب بعض التحليلات وبعض القراءات والمقاربات لما يحصل في الصين، كالذي يضرب يعني يضرب إجره بالفرد، يعني هم عم بيعملوا إغلاقات زيرو كوفيد بوليسي، إغلاقات صارمة، ولكن هذا بدوره يؤدي إلى الضغوط على الاقتصاد الصيني، لأنه توقف المصانع عن العمل، سلاسل الإمداد والتوريد التي تتأثر فيها الصين كما يتأثر بها العالم، هذا أيضا يضيف من مخاوف التضخم، وبالفعل يغذي التضخم، يعني تغذية التضخم من جهة، زيادة الضغوط على النمو من جهة أخرى، ويريد الوصول إلى 5.5% من النمو في الناتج المحلي. كيف ممكن تحقيق ذلك في ظل عدد كتير بسيط قليل جدا من الإصابات اليومية على مستوى الصين بأكملها؟ لديهم الكثير من الخيارات المتاحة لتحفيز الاقتصاد، وطبعا من المهم إعادة النمو إلى مساره، وهم سيحاولون التحفيز من خلال ضخ حزم ب5 تريليونات دولار. هم لديهم الكثير من الذخيرة التي يمكن استعمالها لتحفيز النمو، سواء للاستهلاك المحلي وبطبيعة الحال للأسواق الصينية المعتمدة على التصدير، وبالتالي هم بحاجة إلى الموازنة حاليا في سياسة صفر كوفيد من جهة، والوصول إلى مستوى النمو عند 5.5% من جهة أخرى، وهو أدنى مستوى مستهدف للنمو. الموازنة ليست سهلة، والوضع صعب بالنسبة للسلطات الصينية، وسنراقب الأشهر 6 المقبلة بشكل لافت لنرى كيف ستسير الأمور. طيب سريعا سيد بيتر، هل برأيك الإجراءات الأخيرة التي قام بها بنك الشعب الصيني من أجل تحفيز القروض لأجل 5 سنوات التي تقدمها البنوك التجارية في الصين، هل هذه الإجراءات قد تكون كافية على الأقل لدعم الاستثمارات المحلية؟ قد تكون كافية لتحفيز الاستثمار، ولدينا طبعا مشكلة في قطاع العقارات وتحديدا مشاكل شركة إيفرغراندي، قد تكون كافية لكنها قد لا تأتي بالسرعة المطلوبة، والتدابير المنفذة ربما تحتاج إلى 3 أو 6 أشهر لتعطي النتائج المرجوة. هذه هي المشكلة التي يجب أن يعوها، وتحديدا مرحلة اللحاق بالركب، وإلى أي مدى ستتبنى الأسواق هذه الإجراءات المتخذة بسرعة. يبدو أنه لدينا بعد نصف دقيقة. سريعا، هذه هي الضغوط التي نراها على الدولار يوان، كنا في نهاية الأسبوع الماضي قوة قليلة يحاول أن يحققها اليوان الصيني في هذه المرحلة، هل من الممكن أن تكون لصالح الاقتصاد الصيني الآن، وهل ستطول هذه الارتفاعات على اليوان برأيك أم أنها مؤقتة؟
ستكون قصيرة الأجل لأننا رأينا عمليات بيعية في الدولار الأمريكي وكان هناك ضغط على الدولار وطبعا اليوان بطبيعة الحال ارتفع نتيجة لذلك وبالتالي هذه حركة قصيرة الأجل. بيتر ماغواير الرئيس التنفيذي لأكسام أستراليا حدثتنا من سيدني، أنا أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا اليوم. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية شرق غرب لليوم، أنا ألقاكم مجددا في مؤشرات الشرق بتمام الساعة 11:00.